بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 51. السؤال الثاني يقول: ما معنى قوله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة؟ وكيف تكون حال من يريد الهجرة إلى بلد الإسلام ولكنه لا يستطيع ذلك لعدة أسباب؟ الله سبحانه وتعالى وعد المهاجر في سبيله، والمراد بالمهاجر هو الذي يترك بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فرارا بدينه، ويكون قصده إقامة دينه في بلاد المسلمين والفرار به من بلاد الكفر والضلال. فإن من كانت هذه نيته فإن الله وعده بأن يجد له وطنا يستطيع فيه إقامة دينه. وأرض الله واسعة، كما قال تعالى: ويا عباد وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، وغير ذلك من الآيات. والمراد بالهجرة الشرعية هو ما ذكرنا، أن يكون قصد الإنسان الفرار بدينه من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فهذا هو الذي وعده الله بالخير في الدنيا والآخرة. نعم. ما معنى قوله يجد مراغما كثيرا؟ قلنا إنه وعد من الله سبحانه وتعالى بأن يجد في بلاد الإسلام، يجد فيها مأوى وسعة، ويجد أيضا مجالا للجهاد في سبيل الله وإظهار دين الله عز وجل. نعم. نعم. جزاكم الله خيرا. هذه السائلة صاد عين من دولة الإمارات دبي، تقول: يقول الله تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدوذ. تقول: ما معنى هاتين الآيتين، وما المقصود بدوام السماوات والأرض وبالاستثناء في قوله إلا ما شاء ربك في الآيتين؟ هاتان الآيتان وما قبلهما في وصف مشهد يوم القيامة. قال تعالى: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. الآيتين بيّن سبحانه وتعالى أن الناس ينقسمون في هذا اليوم العظيم إلى قسمين: شقي وسعيد. ثم بيّن جزاء الأشقياء وجزاء السعداء. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. اختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: ما دامت السماوات والأرض، فقيل إن هذا جرى على أساليب العرب، وأن العرب إذا أرادوا أن يصفوا شيئا بالدوام قالوا: هذا دائم ما دامت السماوات والأرض. والمراد هنا مطلق الدوام. نعم. كما هو عادة العرب في أساليبها. وقيل إن المراد جنس السماوات والأرض، لأن الآخرة أيضا فيها سماء وفيها أرض، لكنها غير هذه السماء وغير هذه الأرض الموجودتين الآن. لأن الله تعالى يقول: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فالمراد هنا بالأرض وبالسماء الجنس. نعم. وإن كان العين مختلف، والمعنى أن هؤلاء الكفار لا يخرجون من هذه النار أبد الآباد، وأنهم مخلدون فيها. أما الاستثناء في قوله تعالى: إلا ما شاء ربك في الآيتين، المراد بالاستثناء في الآية الأولى في حق الأشقياء خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، الذي عليه أكثر المفسرين أن المراد بهذا الاستثناء عصاة الموحدين الذين يدخلون النار بمعاصيهم، فإنهم لا يخلدون فيها وهم مستثنون من الخلود، وينفرد في الخلود الكفار والمشركون. أما عصاة الموحدين فإنهم وإن دخلوا النار فإنهم مستثنون من الخلود فيها، إلا ما شاء ربك بأن يخرجوا منها إما بشفاعة الشافعين بإذن الله عز وجل أو بعفو الله عز وجل عنهم. فالمراد بالاستثناء هنا أهل التوحيد من عصاة الموحدين. نعم. وأما الاستثناء في قوله تعالى: وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها إلا ما شاء ربك، ففيه قولان للمفسرين. القول الأول
أن المراد أيضا عصاة الموحدين، فإن عصاة الموحدين الذين دخلوا النار فاتهم شيء من البقاء في الجنة، أول الأمر فاتهم شيء من الخلود، نعم، لبقائهم في النار فترة قبل دخولهم الجنة. وقيل المراد بالاستثناء هنا بيان أن خلودهم فيها ليس واجبا، وإنما هو راجع إلى مشيئة الله عز وجل، فهم يخلدون فيها بمشيئة الله وليس خلودهم هذا من باب الوجوب. نعم. بالنسبة لمن وجبت عليه النار ولكنه لم لا يحكم بخلوده فيها، الذي يكون آخر الاثنين هو العذاب أو النعيم؟ يدخلون النار أولا، نعم، ويمكثون فيها ما شاء الله، أي يمكثوا ثم يخرجون منها بعد ذلك وقد احترقوا، قد صاروا فحما، نعم، ثم يلقون في نهر يقال له نهر الحياة فتنبت أجسامهم، ثم بعد ذلك إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. نعم. إذن الجنة هي آخر شيء. نعم، آخر عمرهم الخلود في الجنة. نعم. إذن كيف نفسر الاستثناء في قوله خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك؟ أي أن ليس كل من يدخل النار يخلد فيها. الجنة بالنسبة للذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها، فسر بما ذكرنا من الوجهين، أما بأن المراد عصاة الموحدين لأنهم فاتهم شيء من البقاء في الجنة من أول الأمر هو مكثهم في النار، يعني الاستثناء هنا لا يأخذ الترتيب بأنه بعد بقائهم في الجنة يخرجون، لا، في أول الأمر والله أعلم. نعم. نعم. هذا سؤال من المستمع نصر علي محمد، مصري يعمل باليمن، يقول طلب مني أحد الأصدقاء مبلغا من المال يزيد عما كنت أعتقده معي في جيبي، فقلت له معتذرا بالطلاق ما معي إلا 80 جنيها، ونسيت أن معي أكثر من ذلك، وبعد ذلك اكتشفت الزيادة فندمت على هذا الحلف بالطلاق علما أنه لم يكن في نيتي فراق زوجتي، وبعد ذلك سألت أحد العلماء لدينا فقال لي وقعت عليك طلقة وعليك أن تراجعها، وجعلت أقول خلفه ألفاظ المراجعة واسترجعتها، فهل صحيح هذا أنه وقع علي طلاق واحد ولم يبق إلا طلقتان؟ وهل يجب على من صدر منه طلاق مرة أو مرتين أن يمتنع عن زوجته حتى يراجعها بالقول، أم يعتبر إتيانه لها مراجعة بالفعل إذا كان بتلك النية؟ أما بالنسبة للمسألة الأولى، أي أنك حلفت بالطلاق أنه ليس معك إلا 80 جنيها ثم تبين لك أن معك أكثر من هذا، فهذه اليمين بنيتها على غالب ظنك، والحالف إذا حلف بناء على غالب ظنه ثم تبين له خلاف ذلك فإن هذا يعتبر من لغو اليمين. الله تعالى يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، فلا إثم عليك في هذا لأنك لم تتعمد الكذب، وإنما حلفت بناء على غالب ظنك، وكنت في نفسك كنت ترى في نفسك أنك صادق في هذه اليمين، لكن تبين لك خلاف هذا من غير قصد، فهذا من لغو اليمين ولا شيء فيه عليك، ولا يقع به طلاق. نعم. وليس عليك فيه كفارة يمين أيضا لأنه من لغو اليمين، هذا الذي يظهر لي من حالك ومن سؤالك. أما ما ذكرت من ما تحصل به الرجعة، هل لا بد من القول تلفظ بالرجعة أو يكفي وطئ الزوجة بنية الرجعة؟ أما القول هذا لا خلاف بين أهل العلم أنه تحصل به الرجعة، وأما وطئها بنية الرجوع بدون تلفظ فهذا موضع خلاف بين أهل العلم، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه تحصل به الرجعة إذا وطئ زوجته المطلقة بنية رجعتها، أنه يحصل بذلك الرجعة. نعم. إذن ما يفعله بعض الناس من الامتناع عن زوجته أو إخراجها من بيته بمجرد أنه تلفظ بالطلاق هذا ليس له أصل؟ الرجعية لا يجوز إخراجها من بيت زوجها لأنها زوجة ولها النفقة ولها السكنة. نعم. قوله تعالى لا تخرجوهن، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فلا يجوز إخراج الزوجة المطلقة الرجعية من بيتها إلا بعد انتهاء عدتها إذا لم يراجعها. هذان سؤالان من الأخوات سين ميم وميم ألف ونون عين، جمهورية مصر العربية الإسماعيلية. السؤال الأول يقولنا هل للزوجة أن تطيع زوجها في قطيعة أهلها كأمها وأبيها وأخواتها وأقاربها، وعلى من يكون الإثم هنا علما أن الزوج يستشهد على إرغام زوجته على قطيعة أهلها بقصة امرأة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم
أطاعت زوجها في مثل ذلك إلى أن مات أبوها ولم تره طاعة لزوجها، وأيدها الرسول في ذلك وقال إن أباها دخل الجنة أو غفر له بسبب طاعتها لزوجها، فما مدى صحة هذا الحديث وما الحكم في هذا الموضوع؟ الله سبحانه وتعالى أوجب حق الوالدين حق الأقارب ونهى عن قطيعة الوالدين والأقارب، فقطيعة الوالدين هذا عقوق وهو من أكبر الكبائر بعد الشرك، وكذلك قطيعة الرحم كبيرة من الكبائر لقوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ولا يجوز للزوج أن يحمل زوجته على قطيعة أرحامها بغير حق، لأنه بذلك يحملها على المعصية وعلى مقاطعة أرحامها، وفي ذلك من الإثم وفي ذلك من المفاسد الشيء الكثير. وطاعة الزوج إنما تجب بالمعروف، طاعة الزوج وطاعة كل ذي حق إنما تجب بالمعروف لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة بالمعروف، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلا يجوز لهذا الزوج أن يمنع زوجته من صلة أرحامها في حدود المشروع في حدود المصلحة، بل عليه أن يعينها على ذلك وأن يشجعها على ذلك، لأن في هذا الخير الكثير لها وله. وأما الحديث الذي أشار إليه السائل فهذا لم أسمع به ولم أره ولا أدري ما حاله. نعم. السؤال الثاني، ما حكم مس عورة الطفل؟ هل تنقض الوضوء أم لا؟ وإلى متى يبقى الحكم؟ أي إلى أي سن للطفل يبقى الحكم إذا كان بعدم نقض اللمس للوضوء؟ نعم، مس الفرج قبلا كان أو دبرا ينقض الوضوء، مس الفرج قبلا كان أو دبرا ينقض الوضوء من الكبير ومن الصغير، لا فرق بين الكبير والصغير في هذا. نعم. هذه السائلة لام سين لام من الدمام العدامة تقول إنها امرأة متزوجة منذ 10 سنوات، وقد كانت قبل الزواج لا تصلي علما أنها تزوجت وعمرها 18 سنة، وأيضا حصل بينها وبين زوجها معاشرة في نهار رمضان لأول سنة تزوجت فيها عدة مرات جهلا منها بالحكم، والآن وقد تابت إلى الله وأصبحت مواظبة على الصلوات المفروضة والسنن وكذلك على الصوم الواجب والتطوع، فهي تسأل عن تركها الصلاة قبل الزواج وعن معاشرتها زوجها في نهار رمضان جهلا، ماذا يجب عليها؟ وهل تلزمها كفارة عن كل مرة أم عن الجميع كفارة واحدة لأنها في شهر واحد؟ وزوجها هل يلزمه مثلها أم لا؟ وإذا كان يلزمها رغم جهلها بالحكم فما معنى قوله تعالى في سورة الأنعام وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. أما بالنسبة لما حصل منها من ترك الصلاة قبل زواجها فهذا أمر خطير وأمر شنيع، لأن ترك الصلاة متعمدا يعتبر ردة عن دين الإسلام على الصحيح من قولي العلماء ولو لم تجحد وجوبها، فعليها حيال ذلك أن تتوب إلى الله عز وجل توبة صحيحة وأن تحافظ على صلواتها مدة حياتها، وبذلك يكفر الله عنها ما مضى. أما بالنسبة لما حصل منها مع زوجها من العشرة في نهار رمضان، إن كانت تقصد بذلك الوطئ في نهار رمضان فهذا أمر محرم، أن الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك، قال تعالى الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل، فالصيام يمنع من وطء الزوج لزوجته، وإذا وقع منه ذلك فإنه يكون عليه وعليها الكفارة، وهي ما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لها عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصيام فإنه يطعم 60 مسكينا مثل كفارة الظهار. وإذا تكرر الوطء في شهر واحد من رمضان قبل التكفير فإنه تكفي كفارة واحدة عن الجميع، فعليها هي كفارة وعلى زوجها كفارة أخرى على ما ذكرنا، ويكفيهما كفارة واحدة عن جميع المرات التي حصل فيها الوطء ما دام أنه لم يسبق تكفير بين الوطئين.
تكفي كفارة واحدة، تكفي كفارة واحدة عن جميع المرات بالنسبة للشخص الواحد. نعم، الشخص الواحد. نعم. لو كانت الزوجة مكرهة في هذه الحالة، إذا أكرهت ولم يكن لها اختيار البتة، نعم، بأن ألجأها إلى هذا الشيء، فليس عليها كفارة، وعليه هو، هو عليه الكفارة عن نفسه. والجهل لا يعذر به أحد في هذه. أما ما ذكرت من أنها جاهلة، نعم، فهذا الجهل لا يعذر به، لأنها بين المسلمين وتسمع أن الصيام واجب وأن له أحكاما، فهذا جهل لا يعذر به، لأنه بإمكانها أن تسأل وأن تعرف حكم الله سبحانه وتعالى. إنما الجهل الذي يعذر به من كان بعيدا عن المسلمين، ليس عنده أحد من المسلمين، لأن نشأ في بادية بعيدة أو في بلاد بعيدة عن المسلمين، ولا يسمع شيئا من كتاب الله ولا من سنة رسوله. وأما ما ذكرت من قوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح أنه غفور رحيم، فالمراد بالجهالة هنا ليست الجهالة بالحكم وعدم معرفة الحكم الشرعي، وإنما المراد جهالة الذنب، لأن من عصى الله عز وجل فهو جاهل، بمعنى أنه عاص لله. وهذا الجهل خلاف الحلم وخلاف العقل الذي يمنع الإنسان من مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى، وليس المراد بالجهل هنا عدم العلم. قال بعض السلف: كل من عصى الله تعالى فهو جاهل. الله تعالى أعلم. بارك الله فيك.